أنا أرى أن ثمة مكونات للكاتب، منشأه الاجتماعي، آراؤه الفكرية، طبيعته النفسية، وبالتالي رؤيته للعالم. عندما تتوافق هذه المكونات يستطيع الكاتب أن يستمر، وعندما يحدث خلل في تآلفها أو في تناسقها قد يؤدي هذا إلى انكسار الذات الكاتبة، فيختار الكاتب، وخاصة إذا كان كسعيد حوراني مرهف الحس نزق الطباع كالنسر، عندما يشعر بالضعف وهو قوي يضع حدا لحياته. ما يميز المرحوم سعيد حوراني كأديب كبير هو المعاناة التي عاناها منذ طفولته، والحياة الشظف التي لقاها فيه عندما كان معلما بعد أن تخرج من الجامعة وذهب إلى الحسكة وبعض المحافظات السورية، حيث كان الواقع الأليم قد أعطى مددا في قصصه وفي حكاياته، وقد أبدع في وصف الواقع بطريقة أدبية ساحرة. مركز أبو رماني عودنا على ندوات تكريمية دائما أدباء وفنانين كبار، سهيل عرفي الأسبوع الماضي ورفيق إسباعي، واليوم كمان شرفنا بندوة عن سعيد حورانية كانت اللي حتى الآن اللي شفناه الدكتور حكى عن بعض من قصصه، ملامح من قصصه اللي رفد فيها المكتبة العربية والسورية بشكل خاص، حيث حكى عن بعض البيئات ومن مذكراته، كان شيء لطيف.